بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نشرح على بعض أعطال جهاز الأطلس. أكثر الأعطال مالته هسه أنا مخلي كهرباء على الخط الأول، ماكو أي شيء، راح أجي أنقله على الخط الثاني. اشتغل. إذا الصوت عالي مالت الجرس والتوهج صحيح، فإذا هذا ما بيه مشكلة. راح أجي على الثالث، أيضا ما بيه مشكلة. أجي على الرابع، لاحظ ساكت الرابع، فإذا الخط الأول عندي والرابع. راح أجي أقلب الجهاز، طفي الكهرباء، نقلب الجهاز. لاحظ الخط الأول، هذا هو الخط الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الرابع أيضا مهروش والأول مهروش، فلازم نوصل توصيل هنا، خط توصيل منا للدايود، وهذا للدايود، ونبدل الدايودات لأنه ضربات الدايودات مثل ما راح يشوفون بالفحص هسه. قسم من أعطال جهاز الأطلس، طبعا هو هذا الخلل الوحيد اللي بيه، ربط خطأ، راح يصير عندك مشكلة بالخط المسار المطبوع بالخارطة، يتلف لحظة زينيني. هسه هذا بي خطين عطلات، الخط الأول هذا والخط الثاني هذا، زينيني. فهذا الخط من يضرب طبعا طبيعة الحال راح يضرب ويا الدايودات، هذين الدايودات طبعا خصوصا اللي نظره مو زين، طبعا أناني ما أشوف زين. هذا بي الخط لي فوق، يعني الخط اللي تشوفونه الخط المال دايود يصير لي فوق. هذا اكو خطوط تشوفوها مشطبة، خطوط مشطبة هنا بالفوق. فهذا اساعدنا هذا الخط المسار ضارب هذا الدايود. اذا تخلي الأوميتر عليه هسه اني واحد، اذا صح لاحظ يدق عندي جرس هذا الدايود الاول، اذا انتقل على الثاني ما بيشي، الثالث بس الرابع همين يدق جرس، بس نخلي عليه. لاحظ كملنا الربط، قلت لكم هذا دايود عادي وهذا دايود فتحناه، دايود فتحناه من كارت بيعطل، وصلنا خطوط التوصيل مالته ويا الاول هذا ويا الاول هذا من هنا. راح نجي نفحص هسه ونشوف الفرق، كانت عندنا الخانه الاولى عاطله والخانه الاخيره. هسه نجي نخلي كهرباء هنا وكهرباء ويا البارد ونشوف المشكلة دا تصير عندنا. نفتح كهرباء، إذن هاي المرحلة الأولى اشتغلت. أجي على المرحلة الأخيرة اللي هي ناتج الرابعة، هاي المرحلة هسه اشتغل. هذا قسم من اعطال اجهزه التحويل، شويه تكون معقده بها دوائر الكترونيه ناعمه كلش SMD. تحياتنا لكم وشكرا لكم.